يعطيكم العافية شباب صبايا. راح نحكي اليوم عن المحاضرة الخامسة من مادة الدنتال كيرز الفاينل. اليوم يا جماعة راح نحكي عن السلايفا اند دنتال كيرز. شو تأثير السلايفا على التسوس؟ كنا بنعرفه بس راح ناخذ تفاصيل أكثر. بداية يا جماعة بدي اياكم تشوفوا الغدد اللي ضلينا نحكي عنها من فترة، الغدد اللعابية، الغدد اللعابية اللي تفرز اللعاب اللي كنا نحكي عنها بتتأثر بالراديشن، كنا نحكي عنها بتتأثر بالأدوية. عندنا يا جماعة بالأورال كافيتي في اشي اسمه ميجور ساليفري جلاند، في عندنا ماينر ساليفري جلاند، تمام؟ الماينر كثار وكل مكان تلقاهم، الميجور ثلاثة سهلات فاحنا بنحكي عنهم. أول اشي يا جماعة عندنا الباروتيد جلاند، شايفين الباروتيد جلاند؟ اوكي، وين موقعها بالضبط؟ وقال الاذن قدامها بالضبط. شو وظيفتها؟ تفرز اللعب، هاي القناة تعيد تماشي وكل اشي تمام. عندنا جماعة السبمانجيبيولر جلاند، وين بالضبط بتيجي؟ تقريبا تحت المولر. شو وظيفتها برضو؟ نفس الاشي، بتفرز اللعب. الغدة الثالثة عندنا السبلينجوال جلاند، وين موجودة بالضبط؟ تحت اللينجوال اللي هو اللسان، ايه ورا الايش؟ الانسايزرز. اوكي يا جماعة، خلينا بسم الله نبدأ بالمحاضرة ونقرأ العنوان saliva and dental caries، اللعاب وأثره على التسوس. oral cavity and saliva، ولك هون saliva is mixed fluid. شو الصلايفة ككل؟ is mixed fluid، عبارة عن خليط ما بين in the mouth in contact with the tooth and the mucosa، يعني باختصار له contact تواصل أو يعني اتصال مع التوث والميوكوزا. الميوكوزا يا جماعة اللي هي البطانة الخد مثلا الداخلية. are derived from major three major sources، إنه ثلاث مصادر أساسية للصلايفة. أول إشي الميجر ساليفري جلاند ورينا كيهم، البارتيد والسبمانجيبيولر والسبلينجوال. اثنين الماينر ساليفري جلاند، موجودات بكثرة. ثلاثة certain gingival cervicular fluid. شو هو gingival cervicular fluid؟ خلينا نشوفه لا اللي بيعرفوش منكم بعده. أوكي، شوفوا يا جماعة، هون عندنا اللثة، صورة بتعرفوها كثير مريح. هون عندنا البون، عندنا هون الإنامل، وعندنا هون الدنتين، في عندنا هون جنجيفال سيرفيكولار فلويد، لأنه ما بين الجنجيفا وبين السيرفكس، عنق السنر الماشي، تمام؟ فهون عندنا الفلويد هذا هو بيكون فيه جزء من الصلايفة وبيطلع سطح على سطح السن، بفوت على الأورال كافيتي. أوكي، the daily production of saliva range between نص لواحد لتر، يعني قديش الصلايفة اللي بنفرزها باليوم؟ من نص لتر. and it is composed of more than 99% water، يعني 99% من مكونات الصلايفة ايش؟ water. 1% عبارة عن solids. هاي solids شو ممكن تكون يا جماعة؟ ممكن تكون بروتين، معادن، ممكن تكون الكتروسايت. الكتروسايت يا جماعة اللي هم زي الايونات، زي ال Na plus Ca plus 2 ما الى اخره. saliva is mostly water، يعني 90% او 99% من الصلايفة كانت عبارة عن مية. الاناتومي، الميجر سليفري جلاند عندنا الباروتيد موجود بالتشيك، السبمانجيبيولر والسبلينجوال اند ماينر سليفري جلاند، كلهم ورجيتكم اياها قبل شوي. لا راح نحكي يا جماعه الفانكشن للصلايفة. رينزنج افكت، رينزنج يا جماعه خلينا نحكي زي الترطيب او المضمم. هيلبس كلين اراوند تيث افتر كونسيومينج فود ان بي اتش، يا جماعه لها وظيفه انها بتنظف الثم او خلينا نحكي السن من والله الاكل، بقايا الاكل يلي بتكون حوالي السن، لان هاي بقايا الاكل خاصه بس تكون تحتوي سكروز بتقلل البي اتش، فهي بتحمي السن من هاي الناحيه. اذا الرنس معناها انك مضمضه تقريبا. بتقول السوليوبيلايزيشن، السوليوبيلايزيشن يا جماعه خلينا نحكي زي الترطيب، بتخلي الاكل ايش؟ رطب. ثلاثه بولس فورميشن، البولس يا جماعه لو اخذتوها من وقت بيو ذنكو ذاكرينها، البولس عبارة عن لقمة الأكل يلي إحنا بنطحنها وإشي، بعدين لما يجي عليها الإنزيمات تاعت المعدة ومش عارف شو يلف كلهن على بعض لحتى تصير قابل إنك أنت تقدر تمضغها، وخاصة بس تكون رطبة. فهم يقولك saliva helps in distributing enzymes in the oral cavity، يعني والله بتخليها تنشر الإنزيم، saliva تنشر الإنزيم لحتى تفوت على الأكل اللي هي البولس وتصير قابل إنك أنت تقدر تبلعها. food and bacterial clearance، طبعا هي bacterial clearance هذا شيء بنعرفه كثير انه الصلايفة لها دور. طيب كيف هسه دورها بالبكتيريال كليرنس؟ هسه بنحكي عن خاصيه جديده لها. dilution of debris او dilution، dilution يا جماعه معناها تخفيف. lubrication of oral soft tissue، يا جماعه كلمه lubrication اول يعني كمان حرفي معناها التشحيم. شو معنى كلمة تشحيم؟ للي بيعرفوا بالسيارات أحيانا ممكن تلقى هيك زي يسمونه زي شبه مصدية، فبيحكوا لك خلص حط عليها زي الشحم عشان تصير مرنة وسلسة، تمام؟ فلابريكيشن معناها تخلي
يعني مثلا ما في احتكاك زي لما السطح تمشيه على سطح، مثلا صندوق تمشيه على سطح مش هيكون في احتكاك بالوضع الطبيعي، بس لما يكون مثلا تحط زي مادة زيت هينزلق بسرعة، فالابريكيشن زي انزلاق سطح على سطح، او يعني خلوا الثوم كله رطب. الفاسيليتيشن اوف ماستيفيكيشن ماستيكيشن سوري بيخلي والله الهضم اسهل واسهل. بالنهايه انت لما تضيف يعني خلينا نحكي انه ووتري افكت على الفود نفسه، اكيد هتبلعه بدون ما يجرح حلقك. سولوينج اند سبيتش تشوينج اند سولوينج فود ويز اوت سلايفا از امبوسيبل، يعني والله انك انت تمضغ وتحكي بدون وتبلع سوري تمضغ وتبلع بدون السلايفا شيء مستحيل، وقلنا السبب انها تجرح حلقك اذا كانت الاكل ناشفه. Protection of the teeth by neutralization of acid، هتعمل acid neutralization معادلة للأسيد by buffering action and by maintaining super saturated calcium phosphate concentration. تمام خلينا نوقف هنا. أول إشي هتعمل neutralization للأسيد معادلة للأسيد، كيف؟ by buffering action، عندها buffering action هاي أول شغلة. طيب كيف عم تعمل buffering action؟ buffering معناها معادلة للحموضة. عندها باختصار يا جماعة الكالسيوم فوسفير، طيب الكالسيوم فوسفير مش هذول من مكونات الهيدروكسيبيتات كريستال، فهي وكأنها فيها مصدر زيادة لمكونات الهيدروكسيبيتات كريستال. and by participating in the pellicle formation، يعني يا جماعة الصلايفة تعمل participation بالpellicle formation، هذا الاشي هيكون ضد البكتيريا. يعني مش احنا حكينا من زمان انه البيليكل لير كانت طبقة خبيثة ضد البكتيريا، سوري مع البكتيريا، لكن في منها جزء من الصلايفة بيحاول يزيك حاجه الصلايفة، يعني فيها شويه نقطه ايمان زي ما بيقولوها. صلايفة helps in buffering pH of the mouth، يعني بتساعد انها تعمل معادله للبي اتش اللي بالثوم. and helps in maintaining a saturated calcium and phosphate، اذا بتعمل لك انك اشباع من ذرات الكالسيوم من ذرات الفوسفات اللي هي من مكونات الهيدروكسيبيتات كريستلز سوليوشن. if we have some episodes of demineralization the presence of calcium and phosphate is going to help in remineralization process، يعني بحكي لك لو لا سمح الله صار عند demineralization شو هيصير؟ لك وجود الكالسيوم والفوسفات هيعمل remineralization. كالسيوم and phosphate are important component of hydroxyapatite crystal، هم باختصار عبارة عن كل اشي. يعني لويش هم عبارة عن كل اشي؟ لانه حتى OH لو راح بنقول الحمد لله بنجي مكانه فلورايد، وان الفلورايد اكبر من OH اقوى، يعني هيش معنى كلمة اكبر. salivary clearance التنظيف، يعني خلينا نحكي انها التعزيل للثوم بتنظفه من كل دبريز من اي شيء. salivary clearance or oral clearance is a physiological process، كلمة physiological يا جماعة معناها الجسم بيعمل بالوضع الطبيعي، عكس كلمة pathological انه الجسم بيعمله اي شيء بالوقت ما يكون مريض. in which saliva dilute and eliminate substance from other cavity، dilute قلنا معناها يخفف، eliminate معناها يقصي او يشيلها على الاخر اللي هم المواد من oral cavity. Bacteria is removed from the mouth to the stomach by saliva. أنا يا جماعة شو الفكرة الصلايفة؟ ليش حكينا إنه إلها كثير دور بالبكتيريا اللي يعني خلينا نحكي ديفنس؟ لأنها بتمسك البكتيريا بتقولها أنت بدك يضلك موجع رأسي، بتمسكها بتقولها يلا روحي مع الأكل انزي على المعدة. طبعا المعدة شو في عندنا يا جماعة؟ في عندنا HCl. قديش تقريبا الـ pH تاعت الـ HCl ممكن بتوصل 2؟ أنا صراحة مش متأكد من الرقم، بس يعني إشي pH خيالي. أوكي بقول لك the mouth can be considered the first line of defense in clearing harmful bacteria that will die in the stomach. إذا السلايفة بتمسك البهار في البكتيريا بقيها روح على المعدة وموت مع الحمض. due to its acidity، acidity اللي هي للمعدة، low pH يساوي almost every type of bacteria die، يعني تقريبا 99% من البكتيريا بتموت، 1% خلوها نسبة هاي حالات خاصة دائما. الفود ديبريز سلايفا كلير ذا ماوث فروم فود ديبريز، طبعا يا جماعه بتشيل له اوساخ من الفم. كومبوننت اوف سلايفا قلناها قبل شوي 99% من السلايفا عباره عن ميه، وهيظل عندنا 1% بيكون اورجانيك وان اورجانيك كومبوننت. الاورجانيك والاورجانيك الانورجانيك سوري اللي معادن، والاورجانيك هي عباره عن بروتينات. الانورجانيك كومبوننتس اوف سلايفا هيدروجين ايون اند بايكربونات ايون كالسيوم انورجانيك فوسفات الفلورايد، هاي المكونات يا جماعة الانورجانيك فيها هيدروجين فيها بايكربونات فيها كالسيوم فيها فوسفات فيها فلورايد. important minerals that will help to remineralize the heart tissue in case of demineralization، يعني بحكي لك لو صار demineralization هيا شو تعمل؟ هتعمل remineralization. انا بس خليني احكي عن وظيفة كل واحد فيهم بشكل اساسي. تمام البايكربونات يا جماعة هيرتبط مع الـ H plus تايت الاحماض عشان نصير عندنا غاية متعادل الناتج لا يكون حمضي ولا اي شيء، الكالسيوم عشان تركيبة السن، الفوسفات عشان تركيبة السن، والفلورايد عشان الـ OH تايت السن. الهيدروجين ايون اند بايكربونات ايون
sources of hydrogen ion. أنا يا جماعة من وين إحنا بنكسب الهيدروجين أيون؟ طبعًا هيدروجين أيون H plus مش إشي مليح يعني تفروش لأنه إشي حمضي يعني بيذوب السن. secreted from the glands يعني جماعة الغدد نفسها عندنا تنتج هذا الحمض. طب هذا الحمض ليش الغدد بتنتجه من إنه مضر لنا؟ بقول لك عشان يذوب الأكل لما مش حكينا في إنزيم بتفوت بالأكل البولس ومش عارف إيش عشان هذا السبب. in form of the organic and inorganic acid يعني والله على شكل أسد فيه معادن فيه وش معادن. produced by the oral microorganism من خلال البكتيريا وهذا أكبر مصدر طبعًا. or taken to the oral cavity إما إنك تأخذ من خلال oral cavity بيا إيش اللي هو الدايت. these ions can come from different sources حكيناهم. The acid-base balance of the oral cavity is very complicated and variable. يعني يا جماعة والله التوازن الحمضي والقاعدي بالoral cavity مش بالسهل خلاص يلا في عندك إشي حمضي مع إشي قاعدي بيشيلوا بعض والسلام عليكم. لا لا مش هيك الحياة. حسنا نأخذ شوية يعني نماذج في عندنا إشي أحسن من هيك. After an intake of fermentable carbohydrate يعني بعد ما تأخذ سكر أو بعد ما تأكل سكر. Location of the oral cavity with very high concentration of hydrogen ion will present low pH. يعني بعد ما تأكل إشي حمضي هيصير عندك hydrogen ion هيطلع عندك الهيدروجينات will be present. While other locations may have lower hydrogen ions يعني والله المنطقة أو الطحونية اللي بلعت عليها مثلا الإشي الحمضي هيزداد عندك ال acidity. لكن المناطق اللي ما أكلتش عليها بطحون ده هيكون عندك lower hydrogen ion concentration due to access to saliva and will have high pH. يعني والله المناطق الثانية برضو ممكن يكون عندها saliva أكثر من المناطق يعني مثلا الخاصة القريبة من salivary gland duct تمام هتكون عند ال pH دائما عالي. hydrogen ion when it present in high concentration is going to lower the pH يعني الهيدروجين هتقلل ال pH وهذا الشيء بنعرفه. while bicarbonate ion buffer the pH. bicarbonate يا جماعة إشي كثير مليح HCO3 هاي يا جماعة اللي هو الرمز تاعه تمام HCO3 minus لأن عند الهيدروجين H plus فالموجب مع السالب بيرتبطوا وبيروحوا سوا وبصير عندنا إيش H2 CO3 أنا هذا H2CO3 يعتبر حمض. طيب شو هنسوي فيه؟ هنسوي فيه إنه عندنا هنكسره من H2O وCO2. CO2 بيطلع مع يعني اثنين بيطلع H2O مية وCO2 بيطلع كغاز برا الجسم. أوكي نرجع نكمل. مش عارف نصرنا صراحة شكل خربطت. أوكي The pH of the saliva depends on secreted acid and bases, mostly the bicarbonate ion. يعني أكثر إشي بيعتمد السكريشن تاع الصلايفة على البيكربونات أسيد. The bicarbonate ion in concentration is unstimulated. Sorry, in unstimulated saliva is 1/10 of the plasma level. يعني يا جماعة والله بقول لك تركيز البيكربونات تمام. بالصلايفة unstimulated في عندنا كلمة stimulated في عندنا كلمة unstimulated. كلمة stimulated معناها محفز معناها في إشي بحفز إفراز الصلايفة. إشي مثل شو يا محمد؟ إشي مثل إنك تأكل جبنة تأكل علشة تأكل بطاطا أنت قاعد بتفرز أو يعني بتحفز الغدة عنها والله تنتج الصلايفة. لأن عندنا unstimulated وأنت والله قاعد مرتاح ومش عامل إشي. فبيقول لك تركيز البايكربونات بالunstimulated الصلايفة بيساوي 1/10 من تركيز البيكربونات نفسه الموجود بلازما الدم. اوكي the more the salivary flow is stimulated يعني كل ما يكون عندك salivary flow stimulation اكثر the closer the salivary bicarbonate is to the plasma concentration. يعني والله الان خلينا نحكي بالوضع الطبيعي انت بتفرز قلنا عشر البلازما production. الان انت والله ممكن لما تحفز السلايفة اكثر ممكن توصل بدل العشر ربع 1/4 مثلا او حتى 4/10 خلينا نحكي او 5/10 توصل النص. فالموضوع يعني كل ما تحفز صلايفة اكثر كل ما يكون الوضع عندك احسن. therefore the pH of stimulated and unstimulated saliva can differ over 2 pH. يا جماعة يعني بحكي لك في فرق بال pH ما بين stimulated and unstimulated saliva. فلما نحكي unstimulated saliva تكون ال pH تاعيته 8 مو كله قاعدي بالنهاية. ال stimulated saliva تكون ال pH تاعيته ايش 10. ليش الستيميوليتر هيكون اقوى هيكون تركيز البايكربونات اكثر هيعمل ايش اسيد بيز بالانس اكثر واكثر. مينينج المعنى من ذلك ذا ستيميوليتد سلايفا از مور بيزك زائد بريدكتد يعني اكيد فيه تركيز بايكربونات اعلى هيكون بيزك اكثر. سكريتد سلايفا از سكريتد ديو تو ذا استيميوليشن لايك ثينكينج اوف اور اوف اور تشوينج فود يعني حتى مجرد ما تفكر بالاكل انت ممكن ايش تبلش ينتج يزيد عندك اللعاب. and it is usually has more bicarbonate more basic more protected. قلنا لما تكون stimulated في إشي بيخليك تفرز اللعاب هيكون عندك تركيز البايكربونات أعلى.
the buffering ability of saliva. The most important buffering system in saliva is the carbonic acid, i.e. bicarbonate system, اللي هو نظام الكربونات. Okay, the bicarbonate has the ability to take up the hydrogen ion to form the carbonic acid. إذن يا جماعة الكربونات شو القاعدة تاعته؟ HCO3- هذا الكربونات البيكربونات. تمام؟ الآن لما أنت تأخذ ال H الزيادة زائد H بلس تمام؟ شو راح يعطيك؟ راح يعطيك H2CO3. شو بنسميه هذا؟ كاربونيك أسيد. تمام؟ The enzyme carbonic anhydrase, which is present in the saliva, catalyzes the reaction forming carbon dioxide and carbonic acid. Sorry, from carbonic acid. شو معنى هاي الجملة الهندية يا جماعة؟ الجملة الهندية هي كالتالي بتقول إحنا كان عندنا HCO3- شو سمينا هذا؟ البيكربونات. رحنا ضفنا عليه H+. تمام؟ شو طلع عندنا؟ H2CO3. بنقول لك تمام هذا شو اسمه؟ كاربونيك أسيد. بقول لك تمام الآن في عندنا حمض اسمه الأنهايدريز، كاربونيك أنهايدريز. شو بيسوي هذا؟ بيجي بيكسر على H2O زائد CO2. فهمت علي يا جماعة؟ استخلصنا ثاني أكسيد كربون من هذا الحمض، ملوش دخل بالحياة. فهم بقول لك هذا ال H2 هذا الكاربونيك أنهايدريز كاتالايز ذا ريأكشن فورمينج كاربون دايوكسيد CO2 فروم كاربونيك أسيد اللي هو من هذا. أعتقد الإشي مفهوم. After a certain amount of acid has been added to a saliva, the pH started to fall rapidly. يعني والله خلينا نحكي عندنا 800 قطرة سلايفا. أجاني عليهن 1000 حبة pH بلس. طب حبتين pH بلس، سوري 200 حبة pH بلس، وين بدهن يروحن؟ هسه بدنا نعرف. فهون بقول لك after a certain amount of acid has been added، يعني بعد ما نضيف هي عدد معين من الأسيد، تمام؟ The pH start to fall، خلص ال pH راح تقل، ما فيش مكان للكربونيك أسيد إنه يجي أو البيكربونات. This rapid decrease is caused by a depletion of the bicarbonate and inorganic phosphate ion. يعني خلص ليش هيصير عندنا باختصار نقصان في البي اتش او نزول في البي اتش؟ لانه في عندنا depletion، نقص في البيكربونات، حتى يعني اضمحلال خلينا نحكي في البيكربونات and inorganic phosphate ion. Around pH 4, the buffering ability of the saliva is mainly caused by macromolecules such as a protein. يا جماعة الماكرومولكيولز اخذناها من وقت ال بايو، مش مهم نعرف عنها اشي. المهم انه بدي اياك تعرف لما تكون البي اتش من 7 لحد 4.1 شو الاشي اللي بيعمل لنا البفرنج ايجنت، شو الاشي اللي بيعمل لنا معادله للحمضيه اللي هم البايكربونات سيستم. تمام، لكن لما البي اتش ينزل اقل من 4 الاشي اللي هيشتغل هي اما البفرنج هو البروتينات. فبرجع بعيد يا جماعه، عندنا للي يعني لسه ما فهم كل إشي، عندنا بالنهاية البيكربونات في البداية، سوري بيكربونات HCO3- نضيف لها H2O، سوري نضيف لها H+. شو هنصير عندنا؟ H2CO3 بعديها على الكربونات أنهايدريز هيصير عندنا CO2، هيصير عندنا H2O. بس بدي أرجع وأكرر على الأسماء، البيكربونيك أسيد أياه اللي هو H2CO3، البيكربونات أياه يا جماعة اللي هو هذا. تمام. The buffering of the saliva is complicated by transport of buffering substance between the many compartments of the oral cavity. يعني والله البفرنج تبع السلايفا هو بيكون يعني من خلالك تنقل البفرنج سبستانس، الأشياء اللي بتعمل بفرنج ما بين مكونات الأورال كافيتي. يعني معلومة مش إشي مهم كتير. The more you consume acid، يعني كل ما تستهلك acid أكثر، the higher the chance the saliva wouldn't be able to buffer the pH. يعني والله مش قد ما إنك تأكل حمض تقدر أنت تعمل معادلة له حد معين، خلاص هتقول لك الصلايفة السلام عليكم لما ال pH يقل 4. The pH in your mouth because there is a certain amount of bicarbonate in the saliva that once it's consumed the pH will start to fall. يعني بتحكي لك الصلايفة أنا بشتغل لحد معين، أكثر من هيك هتطلب مني يا محمد. أبدأ the pH fall below 4 below the critical pH of enamel. هاي المعلومة يعني مش عارف شو بدي أحكي عنها،
بس هون بي اتش تعال ينامي يا جماعه الكريتيكال معتبرينه 4 تمام، عشان هيك بحكوا لك رقم 4. اسالوا الدكتور عنها السلايفا، يعني هي مش 5.5 محطوطه فوق. السلايفا ويل ديبيند اون ذا ماكرو مولكيولز، اذا بس نصل بي اتش 4 الماكرو مولكيولز هتصير هي بتشتغل كبفرنج ايجنت سوتش از بروتين تو هيلب ان بفرنج بس اتس نوت از افيشنت از بايكربونات ايون. انا يا جماعه هي النقطه بدي اياكم تركزوا عليها. ممكن تفكروا وتقولوا اه والله بما انه وصلنا البي اتش 5.5 والبايكربونات بطل يقدر يشتغل معناها احنا رحنا جبنا اشي اقوى اللي هو البروتينات. بقول لك حكيك لا 100% غلط، البايكربونات اقوى من البروتينات بالبفرنج. لكن ليش نستخدمه البروتينات بكونها ضعيفه؟ لانه ما ضلش عندنا بايكربونات. نحكي عن الكالسيوم، سليفري كالسيوم از ديستريبيوتد از فري ايونايزد باوند. فري يا جماعه معناها حر، ايونايز معناها عليه شحنه، باوند معناها مربوط، مربوط اما بحبه فوسفات او بشيء. كالسيوم ديبندنج اون ذا سيرفال فلو بي اتش فاليو، يعني بقول لك وجود الكالسيوم بيعتمد على البي اتش. The free ionized calcium is important in caries. Establish the equilibrium between the calcium phosphate of dental heart tissue and the surrounding. بقول لك يا جماعه وجود الكالسيوم سواء كان سوري اللي هو الفري والايونايز تمام، الفري يا جماعه معناها حر، ايونايز عليه شحنه، اوكي، بقول لك وجود هذا الكالسيوم هيعمل اكوليبريم، يعني هيعمل موازنه او معادله ما بين الكالسيوم فوسفيت اوف دنتال هارت تشو اند ذا سراوندينج، يعني ما بين انه انت بس تخسر مثلا لما يخسر السن بسبب الديمينراليزيشن على سبيل المثال، هتيجي الكالسيوم متلزق تمام؟ If we have CA around and there is low pH, then the saliva is going to help in mineralize the heart tissue، يعني هذا هو رجع بررها، قال لك لما تكون عندك في ديمينراليزيشن، في عندك لو بي اتش، في عندك اسيد برودكشن، في عندك اس اي زياده سي اي زياده كالسيوم، بروح بقعد المكان اللي بيصير له ديمينراليزيشن. النورمال سلايفا بالسلايفا الطبيعيه ايونايز كالسيوم از اباوت 50%، يعني الكالسيوم ايونايز اللي بيكون مشحون 50%. اس بي اتش كريز ذا ايونايز فون انكريز تمام، بروتكت فاكتور وين وي هاف هاير بي اتش وي هاف مور ايونايز كالسيوم ذات از ريدي تو بايند تو هارت تشو. يا جماعه هاي مش كثير مقتنع فيها بس بتحفظوها زي ما هي. بحكي لك ان البي اتش بالنورمال سلايفا الايونايز فورم از اباوت 50%، يعني 50% من الايونايز فورم من الكالسيوم اللي عليه شحنه يلي هو حر بيكون ايش طاير وبيشتغل، يعني هو حر. اس بي اتش ديكريز لما تقل البي اتش الايونايز فورم انكريز، يعني والله الايونايز فورم هيزيد الشحنه يلي عليه شحنه. طب هسه ليش هاي بدي ابرر لكم اياها، لانه يا جماعه احنا عندنا هي سطح السن، او خلينا نكبر شوي سطح السن، عندنا هاي سطح السن تمام، وهاي ذرات الهيدروكسي ابيتات كريستاليه. الان لما تيجي انت تذوبها شوي شوي لما البي اتش ديكريز لما تقل البي اتش هيصير عندك ذوبان لهي الذرات الكالسيوم اللي كانت ملزقه بالهيدروكسي ابيتات كريستالز، فهي بس تذوب بصير عندك سي اي بلس وبصير حره. انا هاي مقتنع فيها تمام. ذا ايونايز فورم انكريز البروتكت فاكتور وين وي هاف هاير بي اتش تمام، لما يزيد البي اتش وي هاف مور ايونايز كالسيوم ذات از ريدي تو بايند تو هارت تشو. هسه هاي المقصد فيها انه يعني غالبا من الصلايفة نفسه تمام، من الصلايفة تيجي المور زيادة. ليش هصير عندنا مور زيادة؟ باختصار لانه الصلايفة بتكون يعني لما يكون pH قليلة الصلايفة بتكون استهلكت اللي عندها، بس لما يكون pH عالي الصلايفة هتكون يعني عندها احتياطي. فهمتوا علي؟ فهموها زي هيك ولا تدققوا عليه كثير الا اذا انه يعني الدكتور حكى غير ذلك. ال pH بس انه بدي اياكم تعرفوه يعني غاية الامتحان انه الصلايفة الايونايز هتظلها اعلى شو ما كانت الحاله، سواء البي اتش زادت او نقصت. وقلنا كل مره في سبب لحتى البي اتش هي قد يصير لحتى الصلايفا ايونايز بهي قد تضل عالي. البي اتش فاليو بيفور ذا بيلو ذا 4 يعني لما تكون البي اتش اقل من 4 موست اوف ذا سليفري كالسيوم از ان ايونايز فورم اند ذا اماونت اوف ذا كالسيوم ان ذا بليكلير از هاير ذان ان ذا سلايفا. بحكي لك بس البي اتش تكون لحد 4 تمام، السليفري كالسيوم راح يكون بالايونايز بوضع ايش اللي فيه شحنات تمام، بالنهايه يعني الكالسيوم اللي كان على سطح السن وهو قاعد بيذوب بروح على السلايفا فورم اند ذا اماونت اوف ذا كالسيوم ان ذا بليكلير از هاير ذان ذات ان ذا سلايفا. بالنهايه قلنا يا جماعه الايونايز ايونات تاعت الصلايفة بيشوف ان السن قاعد بيذوب فهن بيجين يحاولن ينزقن ويقعدن لحتى يصير ريمينراليزيشن. كالسيوم كاريز تو بوزيتيف تشارجز تمام which can bind by chelation to a certain chelating agent. بسم الله، كلمة chelation او chelating agent يا جماعة هذا عبارة عن اشي خلينا نقول او مثلا انزيم او اي شيء بغض النظر شو هو اسيد حتى هو تمام، بيمتص المينرالز من السن يلي بنحكي عنه تمام. فشو وظيفه
الكريتنج ايجنت بيمتص المعادن. فهم يقول لك الكالسيوم كاريز 2 بوزيتيف تشارج، يعني السي اي مو شو شحنة السي اي بلس 2 تمام، 2 بوزيتيف تشارجز ويتش كان بايند باي كيليشن تو سيرتن شيليتنج ايجنت، يعني ممكن ترتبط لاي شيء بيمتص هاي المعادن. شو في مثال على شيء بيمتص المعادن؟ السيتريت ان سيت ان سيتريك اسيد فاوند ان سيترس فروتس اند جوسز، يعني باشياء باختصار حمضيه، مو اقول جوسز يعني شراب. This may result in the distribution of the calcium phosphate of the tooth surface. يعني والله لما هذا الجيليتنج ايجنت يروح يمتص هاي المعادن اكيد هيصير عندنا ابزوربشن المينرالز هيذوب السن. الانورجانيك فوسفيت، نحكي يا جماعه عن الفوسفيت. The inorganic phosphate found in saliva consists of phosphoric acid primary, secondary والترشري. البرايمري والسكندري والترشري، ثواني يا جماعه اجيب لكم صوره عنها. طيب يا جماعة ما لقيتش حقوق الصراحة، كنت بدي اشوف لكم صورة يعني، بس خلينا نحكي عن الفورمولا لحالها تاعتهم، وهذه اللي بيهمنا أكثر شيء. لما نحكي عن الفوسفوريك أسيد فالفورمولا لحالها يا جماعة تاعته H3PO4 تمام، شحنته قديش؟ صفر. الآن لما نحكي عن البرايمري معناها خسر أول ذرة أكسجين هيدروجين، فإحنا بنحكي عن البرايمري H2PO4. طيب الهيدروجين شو كانت شحنته؟ موجبة، فلما راحت هيدروجيني صار ماينس واحد. لما نحكي عن السكندري HPO4 ماينس 2. لما نحكي عن التيرشري عبارة عن PO4 ماينس 3. طيب بدي اياكم تعرفوا بس عبارة عن الفورمولا كل واحد فين، يعني مش مطلوب بس للي بدي اياه. The concentration of total inorganic phosphate decreases with increasing flow rate. يعني بحكي لك ال concentration للفوسفيت هيقل مع ايش؟ زيادة الفلو ريت. برضو هاي المعلومة يعني المفروض اتوقع، يعني ما بدي احكي بس احفظوها زي ما هي، بس المفروض انه الكونسنتريشن للفوسفيت يزيد يا جماعة مع الفلوريت. ليش؟ لانك انت السلايبة شو بده يكون فيها؟ فلورايد، وهيكون فيها فوسفيت. طب الان لما انت تزيد الفلوريت مش المفروض السلايبة يزيد فيها الفوسفيت، بالتالي يزيد الفوسفيت اللي بالاورال كافيتي. فهذا الاشي اللي انا يعني شافوه بس ما بدي احفظوها زي ما هي المقصد. The most important function of inorganic phosphate is participating in the maintenance of the tooth structure as a hard tissue is mainly composed of calcium and phosphate. بحكي لك الوظيفة الأساسية للفوسفيت إنك تحافظ على قوام السن كهارد تيشو بيتكون من الكالسيوم ومن الفوسفيت. That's why the inorganic component of saliva are important for the mineralization. باختصار حتى حافظ على صلابة السن. Also help in buffering of the saliva and is an adherent to the oral microflora. Oral microflora يا جماعة هو البكتيريا المفيدة لكم تمام، فبحكي لك هو يعتبر نيوترال، سوري نيوترانت لإلها، هاي من جهة، ومن جهة ثانية بيعمل بفرينج للصلايبة. نحكي عن جماعة عن الفلورايد. The fluoride concentration in saliva range between 1% ل 3% part per million part per million، يعني تركيزه من 1 ل 3% من المليون تمام يلي موجود بالصلايبة. فهون يعتبر قديش؟ which is considered negligible يعني عبارة عن مهمل، معناها بغض النظر شو اللفظ تمام. فلورايد كونسنتريشن ان سلايفا ديبيند اون فلورايد ان ذا انفايرمنت، اذا احنا بنعتمد يا جماعة بتركيز الفلورايد اللي بالسلايفا على تركيزه وجوده بالانفايرمنت، مش على والله اللي قديش انت بالسلايفا بيجيك من الجسم. فهم يقول لك اما من الووتر او من دينتفرايز معجون اسنان او من اذر برودكتس. فلورايد ديفيوز فروم ذا سلايفا انتو ذا بلاك كوزنج اليفيشن اوف فلورايد ليفل ان البلاك، يعني بالله بيزيد الفلورايد اللي موجود بالبلاك لما يروح من السلايفا. Elevation of fluoride in the plaque can be toxic to certain type of harmful bacteria. إذن هذا أول إشي نستفيد إنه يعتبر toxic لهاي البكتيريا. Leading to help in production against the plaque action that will eventually cause demineralization. اثنين، أو يعني خلينا نقول النتيجة إنك لما تقتل هاي البكتيريا فأنت بتعمل production حماية من البلاك يلي هي قاعدة بتعمل demineralization to the heart tissue. بالنسبة للorganic components تمام. بالنسبة للأورجانيك كومبوننت عندنا الميوسين and other glycoprotein lubricating and maintaining a أول شيء خلينا نحكي يا جماعة عن الميوسين والأذر glycoprotein. glyco معناها سكر، بروتين اللي هم البروتينات، الميوسين يا جماعة اللي هي تاعت خلايا المخاطم على دخل المخاط واللعاب تمام. الأورجانيك كومبوننت يا جماعة هي أشياء يعني مش معادن. أوكي lubricating and maintaining a moist mucosal surface
مويست رطب لبريكيتنج قلنا معناها زي التشحيم والتليين. هيلب بروتكتنج ذا ميوكوزا فروم انفكشن اند بريفنت بكتيريال ادهيجن تو ذا تو سيرفيس. قلنا يا جماعه بس تكون السطح برضو زي لزج وإشي فالاكل نفسه بزحلق والبكتيريا نفسها بزحلق فيعني لها إشي حلو. الستاثرين اند اسيديك برولين ريتش بروتين. اذا هم بروتينات شو بتكون ريتش مين بالبرولين ما بين استاثرين. هذول يا جماعه عباره عن احماض امينيه. These are calcium binding proteins that inhibit spontaneous precipitation of calcium phosphate salt in the tooth. اذا شو بتسوي هذول البروتينات؟ هم عباره عن calcium binding protein. بيجي بروتين بيمسك بالكالسيوم تمام. That inhibit spontaneous precipitation بيمنع البريسيبيتيشن للكالسيوم سلفيت salt in the tooth. الاميليز اميليز split starch into maltose maltoroids and dextrin. Clear food debris containing starch in the mouth. ده أول إشي بكسر الأميليز هو عبارة عن أنزيم بكسر الستارش اللي هو النشا للدكسترين والميترولوز والمالتوز هم ذو سكريات. اثنين بيعمل كليرنس للفود ديبريز كونتيننج ستارش يعني اي وسخ فيه ستارش بروح بنظفه ان ذا ماوث باي ويتش اسيد كامفور يعني احنا بنروح نقضي على الستارش. سو ستارش هاز سم كاريوجينيك بوتنشال. يا جماعه اللي قلنا النشا كثير سيء فالان الاميليز هيلب بريك داون ذيس ستارش تو ستارت دايجستشن بروسيس. اذا فاحنا بنكسرها بنعملها دايجستشن هضم. Protects the mouth from these starches are also help with the digestion. يعني والله بس إحنا نكسر الستارش النشا وهذا إشي بيسهل علينا بالهضم تمام. Other antimicrobial proteins. The most of these proteins can inhibit the metabolism adherence. إذن يا جماعة هاي البروتينات تمام يلي إحنا الانتيميكروبيا شو بتسوي؟ كان يعني inhibit the metabolism adherence بتمنع التصاق البكتيريا بالسن and the variability of cariogenic microorganism تمام يعني على مختلف انواع البكتيريا بتمنعها. salivary gland hypofunction. hypofunction يا جماعة معناها function معناها وظيفة. هايبو معناها نقصان او خلينا نقول خلل الوظيفة من السليفري جلاند. باختصار اذا واحد بطل يفرز لعاب هاي معنى العنوان. سليفري جلاند هايبو فانكشن كان ريزلت ان هايبر سلايفيشن يعني ما فيش غده بتفرز لعاب ما فيش لعاب. ريديوس سليفري فلو ريت اور زيروستوميا. زيروستوميا يا جماعه معناها جفاف. مور اوف ا كلينيكال تيرم يوز تو ديكراي ذا سيمتوم يعني عباره عن الجفاف. نورمال سليفري فلو الانستيميوليتد تمام قديش بده يكون 0.3 ملليلتر تمام خلال دقيقة. والستيميوليتد 15 مللتر لا سوري 1.3 لكل مللتر. إذن هاي 0.3 وهذا عبارة عن 1.5 لمللتر بارت أو يعني كل دقيقة. بالهايبوسالايفيشن خلينا يا جماعة بس نقارن الأرقام حتى تنتبهوا تمام. اوكي الهايبوسالايفيشن الانستيميوليتد هول سلايفا فلو تقريبا 1% تمام أو 1/10 هون قديش كان 3/10 and stimulated salivary flow صار من 5 to 7 مللتر لكل منت. هون كان 1.5 هون قل النص. هون كان 3/10 هون قل 1/10 شايفين قديش الفرق. طيب symptoms of xerostomia. The oral mucosa is thin and pale تمام شاحبة and without the usual glistening appearance اللي هو it usually has a certain thickness and it is shiny or bright and range in color from bright ring to brown. يعني بحكي لك بالعادة يا جماعة بتكون bright تكون لامعة أو shiny تمام براقة لكن هالمرة راح تصير ايش بير. والعادة بتكون الثيكنس تاعتها مليحة لكن هالمرة راح تكون ايش thin. متى هذا يا جماعة كله على الزيروستوميا. The saliva appears thick and foamy. foamy يا جماعة فيها رغوة يعني بالعادة تمام and form whitish threads on mucosa. whitish threads يعني زي بتكون بيضة تمام whitish threads بتكون بيضة. normally saliva is usually very watery. الصلايفة العادية يا جماعة بتكون عبارة عن كثير يعني فيها نسبة المياه 99%. xerostomia patients suffer from symptoms of burning mouth and taste disturbances as saliva is most important for chewing and mastication. طبعا يا جماعة أكيد هيصير عندك حرق والطعم عندك غلط. من النهاية يا جماعة بدي أكتب ذكر التيست بد وذكرين عنها اظن اخذنا عنها لازم يكون وجود السلايفا لحتى تقدر تعيش وتشتغل مريح. لما ما يكونش فيه سلايفا اكيد عندنا الديستريبيوشن تيست هيصير عندنا ايه ديستريبيوشنز يعني انه يتضرر تمام. وبالنسبه للبيرنج ذا ماوث فطبعا برضو انت ممكن احيانا توكل خلينا نحكي شيء حمضي ما فيش سلايفا يمنع البفرنج لهذا الاسيد اكيد هيصير عندك بيرن.
لان نحكي عن causes of salivary gland hypofunction. ليش هاي الجلاند يا جماعه بصير فيها؟ اول شيء عندنا الميديكيشن which is a side with a side effect of decline in salivary secretion rate. example يا جماعه هاي الادويه كلها بتقلل السالايفري جلاند فانكشن. اول شيء ندات الديبريسنت مضادات الاحباط تمام انتي ضد ديبريسنت اللي هو الاحباط الديوريتكس اللي هي من مديرات البول الانتي هيستامين هذا ضد الحساسيه الانتي هايبرتنسيف ضد الضغط الانتي ميتكس مش عارف صراحه ناسي لشو الناكروتكس هاي المهديات مهديات with this cause you can contact the patient physician and see if the patient can be put on an alternative medicine to help reduce hypersalivation. يعني يا جماعة بيقول لك انت رحت على المريض وعرفت انه الناكروتكس هي اسباب بحضر بتروح على الفيزيشن تاعه الدكتور تاعه بتقول له روح دور على alternative medicine دواء بديل عشان نقلل الهايبوسلايفيشن. الراديشن ثيرابي اللي هي الاشعة يا جماعة هي عشان خاصة السرطانات to the head and كمان منطقة الرأس والعنق suffer from permanent reduction of their salivary flow rate because of the damage that happened to salivary gland and the radiation therapy. اهم كلمة يا جماعة بديك تفهموها كلمة permanent ركزوا عليها ونسوا الشرح كله. كلمة permanent معناها شكل دائم هيصير عندنا ايش permanent reduction of the salivary flow يعني هيقل عندنا salivary flow بشكل دائم. الان بنصير الميديكيشن اذا قمت السبب انحلت النتيجة تمام لكن هون مش تمام اذا قمت السبب يعني اذا انك وقفت الراديشن هيظل عندك خلاص عطل بالسالفري جلاند. اوتو اميون ديسيز انتو اميون ديسيز زي يا جماعه اللي امراض المناعه زي روماتويد ارثرايتس بالمفاصل جورجرين سيندروم واسكارلويدوسيز امراض بس احفظوها زي ما هي بدون ما تشوفوا شرحها. effect of age on salivary flow rate. age doesn't notably affect the salivary flow in the clinical situation. يعني والله مش انه كل يومين انت بتزيد هيقل عندك الفلو سالفري فلو ممكن كل 10 سنين شيء ممكن كل سنه المقصد مش شيء انت تقدر تلاحظه بالكلينيكال سيتويشن مش شيء تقدر تلاحظه بعيونك وبالعياده. ذا فلو ريت اوف ستيميوليتد هوست سالايفا دزنت ديكلاين وذ ايج. يعني يا جماعه الستيميوليتد ما بتزيد بتقلش مع زياده العمر. يعني لو كان عمرك 70 سنه وكان عمرك 10 سنوات اذا انك مثلا اكلت ثلج هيطلع عندك سالفري فلو بنفس المقدار. decrease in secretion of some mandibular and minor salivary glands which may explain the feel of a dry mouth in elderly even when the stimulated whole salivary flow shows normal value. اول جمله بحكي لك يا جماعه السليفري stimulated whole salivary flow shows normal value يعني والله الستيميوليتد بضل وضعه تمام وين ما رحت هاي عندناها. بقول لك لكن فعليا الكبار بالعمر هتلقى السليفري والماينر salivary glands عندهم ايش قال او خلينا نحكي هايبو فانكشن او ديكريز في السلايفر برودكشن عشان هيك تلاحظ ان دائما الكبار بالعمر ايش عندهم دراي ماوث. دينتال كيرز اند ذا كوانتيتي اوف ذا سلايفا ريديوسد ابيليتي تو برودوس سلايفا از اسوشيتد وذ انكريز ريسك اكسبيرينس. يعني والله مجرد ما زاد عندك التسوس هيقل عندك الابيليتي تو برودوس سلايفا. ان بيشنت وذ ريديوس كوانتيتي اوف سلايفا تمام the mechanistic and cleaning properties of saliva are impaired reduce salivary flow decrease cleaning effect. بحكي لك يا جماعه يعني بالبيشنت المرضى اللي عندهم reduce quantity of saliva عندهم والله كميه اللعاب قليله تمام الكليننج افكت والميكانيستيك افكت للبكتيريا يعني انها تنظيف الميكانيكا التنظيف الميكانيكي مثلا تمام ار impaired راح تنضرب راح تنعطب تمام فهذا الشيء بيقول لك انه هيقل التنظيف للعاب مجرد ما قل الا هو الفلو لها. The unstimulated flow rate has been found to be more important than the stimulated. يعني بقول لك زي ما بيقولوها قليل بكثير او دائم مثلا احسن من كثير بس متقطع تمام. فالمقصد انه unstimulated تمام مع انها يعني اخف تركيز بها اللعاب المينرالز ما اعرفش ايش لكنها تعتبر افضل من الستيميوليتد اللي بيجي وقت ما تاكل فقط. The buffering capacity of saliva depends on the concentration of the bicarbonate. يعني قديش البفرنج المعادل للحموضة للسلايفا حسب قديش في عندها bicarbonate which is strongly dependent on the secretion rate. يعني أكيد طبعا secretion لما يكون stimulated مش لما يكون مش stimulated. stimulated بيكون تركيز البيكربونات أعلى. the lowest concentration are found at the lowest secretion rate. يعني أكيد والله يكون تركيز البيكربونات قليل لما يكون secretion عندك كثير قليل. high lactobacillus counts are marked of low saliva production. بحكي لك يا جماعة اللاكتوباسيلس لما يكون عالي ار مارك اوف لو سلايفا برودكشن لما يكون في عندك لاكتوباسيلس هيكون في عندك لو سلايفا برودكشن تمام. and number of lactobacilli in saliva has been found to correlate positively with caries activity. يعني بحكي لك كل ما يكون في عندك لاكتوباسيلس عالي هذا الشيء كل ريت يا جماعه مع كوريليت معناها خلينا نحكي يتوافق
تمام، بوزيتيف لي يعني بشكل ايجابي مع مين؟ مع الكيرز اكتيفيتي. يعني كل ما يكون في عندك كيرز اكتيفيتي اكثر حيكون عندك لابتوب بس الله اكثر حيكون عندك الوضع اسوء واسوء واستلايف هتكون اقل. We talked about root cares and that lactobacilli play an important role in forming them and in patients with hyposalivation we usually see the dry mouth cavities. بحكي لك يا جماعة حكينا من قبل إنه root cares اللي دخل باللاكتوباسيلاي، هون بحكي لك اللي dry mouth cavities برضو إلها دخل مين؟ باللاكتوباسيلاس. Which are mostly cares around the cervical portion of the tooth. بحكي لك لما يكون في عندنا cares على around the cervical portion of the tooth around the mediastinal junction involving the root لما يكون فايت على الروت وبالكراون marked by reduced salivary flow and increased account of lactobacilli. يعني بحكي لك لما تكون في بكتيريا عند السيرفيكال بورشن اذا تو عند السمنتونام انجكشن تلاحظ نقص في السالفري فلو. تمام يا جماعه هذا كل شيء بدي اعرفه خاصه اللاكتوباسيلاي اكثر واحد بتعمل مشاكل بالكوكب. Effect of salivary gland hypofunction. The lack of saliva leads to a rapidly developing caries in at a typically places such as lingual, incisal and cuspal tooth surface. بحكي لك the lack of saliva leads يعني نقص في السلايفا developing caries بشكل ايش سريع تمام in a typical places يعني مناطق عادة ما بصير فيها تسوس. طب وين المناطق اللي حكينا ما بصير فيها تسوس؟ حكينا باللينجوال بسبب وجود اللسان incisal والكسبل توث سيرفيس، هاي مناطق كثير عالية وكثير ممكن توصلها البرش اللي هي الفرشاية مش المفروض يصير فيها تسوس، لكن مع ذلك حصير فيها تسوس لما تكون عندنا الصلابة كثير قليلة. يوجوالي ذا لينجوال سيرفيس اند سايز الايدجز ار كلينزابل اند ذا كسب تيبس اوف تيث ريلي ديفلوب دنتال كيرز. نوادي لما تكون الكسب تيب عليها تسوس لحالها هيك نقطة طالعة، تمام؟ And then but in hyposalivation you can see caries develop in these areas. يعني بحكي لك بهاي المناطق اللي عادة ما بصير تسوس لما ما يكون في لعاب هاي يصير فيها تسوس. Patients with impaired salivary secretion should receive an individual prophylactic dental program. بحكي لك اللي عندهم مشاكل impaired يا جماعة معناها ضعف عندهم مشاكل في salivary secretion لازم عادة ايش ياخذ prophylactic dental program يعني برنامج علاجي وقائي تمام عشان اللي هو البريفنتيف فروم كير عشان يمنعه من التسوس بروجريشن. You should be protective with a patient who has a cavities. Take preventive and therapeutic measurements. يعني خذ والله علاجات وقائيه وعلاجيه by seeing them more often and giving them professional cleaning. يعني والله يضلك شوفه كل فترة مر عليه وروح نطي professional cleaning يعني منظف أشياء تنظف ثم مليحة. Salivary substitutes and fluoride to help in buffering the pH. بحكي لك خلص ما فيش عنده صلايفة روح نطي إشي بديل نطي فلورايد نطي أي شيء and work with the patient physician to possibly exchange the medication. يعني بحكي لك إذا كان الدواء بقلل pH عند المريض زي الأنتي ديبريسنت فيش داعي تروح خلع نفس المريض على نفس الدواء قول له دكتور خلص غير له هذا الدواء تمام that playing a role in reducing saliva يعني قلل الدواء اللي مسؤول عن نقص الصلايفه. Saliva and caries. Chewing action. تمام الان يا جماعه بالنسبه للتشوينج اللي هو المضغ اول شيء عندنا استيميليت سلايفا فلو بيزيد السلايفا فلو استيميليت السلايفا هاز هاير بافرنج كاباسيتي عندها كاباسيتي عندها يعني خلينا نحكي ساعه او قدره انها تقلل او سوري تعمل بفرنج كاباسيتي معادل للحموضه اكثر. Food fermentable carbohydrate is more rapidly cleared. يعني بحكي لك والله منظف السن من التسوسات بشكل اسرع واسرع. Acids are neutralized and cleared more rapidly. يعني والله بنعمل ريموفال الاسن بشكل اسرع واسرع. تمام. الان هون يا جماعه بالنسبه للخطه العلاجيه لما انت تشوف اللي يجي عليك مريض، اول شيء ديتكت individuals with disrupted salivary flow. يعني لاحظت انه في عنده salivary flow مشكله يعني. اثنين put the patient on individual prophylactic dental program. حطه ببرنامج وقائي. stimulate salivary flow rate. يعني ضلك حاول قول له اكل علشي واعمل اعمل اعمل. خلينا يا جماعه نرجع المحاضره اراجعها بشكل بسيط والمحاضره صراحه حلوه. اول شيء حطالك في عندنا ثلاث مصادر اساسيه للسلايفا. الميجر سالفري جلاند حكينا عنهم الماينر سالفري جلاند ومن جنجيفال سيرفيكولار فلويد. بحكي لك هون يا جماعه بالنسبه للسلايفا فمن عندك من نص لتر لتر احنا كل يوم بننتج تمام 99% من السلايفا بيكون ايش؟ ووتر. بالنسبه لاناتومي عندنا نعرفهم. بالنسبه لي يا جماعه الوظيفه تاعت السلايفا بدون ما نقراهم كلهم باختصار اول شيء عندنا البورس فورميشن عشان والله تخلي الاكل يكون رطب ما طريقه نحط فيه انزيم. اثنين بيعمل على ترطيب الثوم لما يكون كل شيء ناشف تستغربش انه ثمك وحلقك يتجرح. الشغله الثالثه عباره عن انتي بكتيريال ايجنت بتعمل مضاد للبكتيريا. رابع شيء بتعمل ريمينراليزيشن للتوث سيرفيس تمام ويعني هذا كل شيء باختصار بقول لك بتسهل ماستيفيكيشن برضه شيء سهل ماستيكيشن
هون بحكي لك بتساعد على البفرنج للبي اتش، واضح اشي بنعرفه حكينا عنه. سليفري كلينز قلنا هي بتنظف الثوم من الاوساخ وما الى اخره. فهون بيقول لك هي شو بتسوي اكثر اشي باللعاب، يعني شو اكثر وظيفه احسن اشي باللعاب، تمسك البكتيريا بتقول يلا تفضل انزل على المعده وخلينا نشوف شو بدك تسوي مع الاساسيات. كومبوزيشن اوف ذا بكتيريا السلايفا قلنا 99% ميه، في عندنا كومبوننتس تقريبا 1% ان اورجانيك، هم عباره عن فوسفيت كالسيوم بايكربونات هيدروجين فلورايد. بالنسبه للهيدروجين اند بايكربونات، يعني بالنسبه للستورس اوف هيدروجين يقولوا ان من الغدد نفسها عشان الانزيمات وعشان الهضم، او من الاورال كافيتي من الاكل، او من الاورال مايكرو اورجانيزم اللي هم البكتيريات يلي بيعمل تسوس. هون بيقول لك الانتيك اثر انتيك ان فيرمنتبل كاربوهيدرات، يصير عندنا زياده في الاسيد برودكشن، حتقل عندنا الكون اللي هو البي اتش، حيصير عندنا ايش يعني هنوصل لمرحله الديمينرلايزيشن. بقول لك باختصار السلايف هتعملها تعمل بافرنج للبي اتش، وهذا الاشي فاهمينه. فهم بقول لك اكثر اشي بيهمنا بالسلايفري اللي هي بافرنج هو البايكربونات وليس البروتينات، وهذا السؤال بيجيكم بالامتحان. The bicarbonate ion concentration in unstimulated saliva is 1/10 of the plasma level. يعني والله تركيز البايكربونات بالصلايفا بيكون تقريبا 10 البلازما تاعت الدم. The more the salivary flow is stimulated, the closer the salivary bicarbonate to the plasma concentration. يعني والله كل ما يكون تركيز السالفري فلو stimulated أعلى، هيكون عندنا تركيز البايكربونات أقرب للبلازما تاعت الدم. أوكي. هم بحكي لك كل ما يكون stimulated أكثر هيكون عندنا بايكربونات أكثر وهيكون basic أكثر. تمام يا جماعة، بس ثواني والله. اوكي يا جماعة نكمل، بس ثواني والله. هون احنا قاعدين يعني نحكي حاليا عن الكربونيك اسيد والبايكربونات سيستم. حكينا باختصار احنا عندنا البايكربونات سيستم HCO3- تمام، بنضيف عليه H بلس اللي هي بناخذها الحموضة، هيطلع عندنا HTCO2CO3. هذا يا جماعة اللي هو حمض الكربونيك أسيد. بعدين بنروح نعمل كربونيك أنهيدرايز وبيطلع عندنا CO2 ووتر وبنطلع برا الجسم. حكينا يا جماعة الكالسيوم، قلنا في من الفري، في من الأيونايزد اللي هم الفري أيونايزد اللي هم الحر عليه شحنة، وفي الباوند اللي هو بيكون مرتبط بس مثلا مرتبط بالفوسفات. كنا يا جماعة هون في ملاحظة انه شو ما سويت كالسيوم الايونايز راح تزيد، سواء كان في عندك بيئة حمضية. لما تكون عندك بيئة حمضية بدي اياك تنتبه انه والله ذرات السي اي اللي موجودة بالسن كلها هذو، فالسي اي بلس 2 كلها يصير لها ديمينراليزيشن من الايون الصلب، يعني من شكل الصلب وتصير على شكل ايش ايون. لكن لما تكون برضو الوضع عادي هتكون برضو نسبة السي اي كايون عالية، ليش؟ لانه تركيز السلايفا نفسها هيكون فيها عالي. حكينا عن الشيليتنج ايجنت، قلنا يا جماعة عبارة زي الستريك اسيد، عبارة عن اسيد هذا يمتص المعادن من السن هيخليه ضعيف. حكينا عن الفورمولا للتيرشري فوسفيد لكل انواعه. حكينا عن الموست امبورتنت فاكتور اللي هو بيحافظ على الصلابة تاعت السن، هاي اهم خاصية بالفوسفيد. كان الفلورايد تركيزه من 1% ل 3% من البارت بير مليون، فمش اشي بتقدر تعتمد عليه، بدك تروح تاخذه من مصدر خارجي. وحكينا عن الاورجانيك كومبوننت، حكينا عن الميوسين والجلايكوبروتين، قلنا وظيفته الاساسيه بتمنع البريفنت البكتيريا الادهيجن. حكينا عن الاسيديك برولين، قلنا يا جماعه هذا بيمسك البروتين بيرتبط بالكالسيوم وبيمنع البارتيسيبيشن اوف كالسيوم فوسفيت سالت اون توث. الاميليز يا جماعة قلنا هذا عبارة عن انزيم بكسر الستارج، قلنا الستارج من احد الاكل يلي بيكون فيه ايش سكروز، فانت بس تكسره انت بتحاول تقضي على السكروز. والانتي مايكروبيال بروتين هي بروتينات تكون عبارة عن كاريوجينيك الى انتي كاريوجينيك افكت، انتي كاريوجينيك افكت. حكينا عن الزيرستومي يا جماعة، قلنا لو كنت تنطي 1.5 ملل بالدقيقة أحسن تنطي نص، لو بتعطي 0.3 ملل بالدقيقة أحسن تنطي 0.1 الستيميوليتد والانستيميوليتد. بالنسبة للسيمبتومز الأعراض قلنا اللعاب هسين لنا فومي اند ثيك، تمام يا جماعة، فور فروم وايتش ثريدز اون ميوكوزا، برضه هسين عندنا لونه زي الأبيض. وزينوستوميا بيشنت سفر فروم سيمبتومز اوف بيرنينج، قلنا بالنسبة للبيرنينج حكينا انه باختصار انت
ممكن تاكل اشي حمضي يحرقك. قلنا اسباب الهايبر فانكشن جلاند، اما بسبب الدواء بعمل جفاف، او سبب راديشن ثيرابي بضربها بشكل بيرمننت، اهم كلمه، اما بسبب اوتوميون ديسيز، مرض في جهاز المناعه. افكت اوف ايج اون سيلفر فلو، وطبعا يا جماعه بس يزيد العمر اعرف انه سوري اللعاب هيقل، وخاصه الانستيميوليتد هيظل زي ما هو. و حكينا الانستيميوليتد اهم من الاستيميوليتد، لانه الكثير المتواصل اثر القليل المتواصل احسن من الكثير المتقطع. هون حكينا ذا بفرنج كاباسيتي وذا سلايفا ديبينز اون ذا كونسنتريشن اوف بايكربونات، طبعا يا جماعه البايكربونات اللي دخل اللي هو بالبفرنج كاباسيتي. حكينا وي توك ذا بريفيوس اباوت روت كيرز اند لاكتوباس اللايف بلاي ان امبورتنت رول ان فورمينج ذيم اند بيشنتس وذ hypersalivation usually we see dry mouth cavities. يعني يا جماعة بقول لك إلها دخل dry mouth cavity مع مين؟ مع lactobacillus. effect of salivary gland hypofunction، طبعا يا جماعة شو الضرر؟ أكيد أول إشي هيكون عندنا تسوس المناطق بالعادة ما بصير فيها تسوس، هاي أول نقطة. اثنين شو الحل؟ الحل إنه يا جماعة بنروح بننطيهم prophylactic dental program، يعني نظام علاجي وقائي اللي هو prophylactic عشان وpreventive care عناية خاصة، من خلال تقول للمريض يلا كل فترة زورني وأني بعمل لك إشي، وإذا كان يعني إشي علاجي، وإذا كان السبب هو دواء بيأخذه من مثلا أنتي ديبريسنت أو أنتي هايبرتنسيف، تمام؟ بدي إياك تعرف إنه نقول الدكتور تاعه شوف إنه مرض ثاني، دواء ثاني لعلاج المرض تاعه، فيش داعي تنطيها الدواء اللي بيعمل زي رستوم يعني. بالنسبة للسلايفا والكيرز قلنا تشوينج أكشن بحفز اللعاب لإفرازها، وبينطيك الاستيميوليتد أكثر، وبيعمل لك اللي فلوت از مور تعتبر تفيد الكلير، فانت بتمنع الدنتال بلاك اكوميوليشن تمنعها، والاسيد ار نيوترلايز اند كلير مور ريبيدلي، وهيك خلصنا التفريغ. يعطيكم العافيه جميعا.